يا سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله. تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام. طول حياتي وفي صلاتي بدعى صلي وراه. من أول يوم في عمري سمعت أبويا وأمي بيصلوا عليه. اللهم صل عليه. الله حببني في الإيمان، حسسني بالأمان وتعلقت بيه. أشوفك في المنام يا رسول الله، وأبكي على كتفك وأنا يا حبيب الله، وأنول شرف لقى صحبتك وخط في صفوف أمتك وأتحامى فيك.